أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني أنه خلال 10 سنوات بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم الانتهاء من تنفيذ 14 مشروعا لمياه الشرب بمحافظة الدقهلية بتكلفة تقدر بمليارين و330 مليون جنيه، وكذا تنفيذ 34 مشروعا للصرف الصحي بتكلفة تقدر بمليار و730 مليون جنيه. أوضح وزير الإسكان أنه جار تسليم وتنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.